موجز إخباري جديد، أهلا بكم. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة إفريقية تستغرق 4 أيام، يزور خلالها تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد بداية من الاثنين المقبل. وقال السفير علاء يوسف إن جولة الرئيس الإفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول في كافة الأصعدة. تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط فرد تكفيري، وذلك اثناء قيامه بمراقبه تحركات القوات بوسط سيناء. كما تمكنت القوات من تدمير 8 مخابئ بداخلها مواد متفجره وادوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفه، فضلا عن تدمير مخزن للوقود و7 أوكار بها مواد اعاشه وكميه من المستلزمات الطبيه خاصه بالعناصر التكفيريه. دهست شاحنة حشدا في ولاية فيرجينيا الأمريكية موقع قتيلا و6 إصابات. وتشهد الولاية منذ ساعات اشتباكات بين الشرطة وعشرات المتظاهرين من تجمع اليمين. شكرا لكم.